جوزيف، اهلا وسهلا فيك بالاردن وميلاد مجيد وكل سنه وانت سالم. حبيب قلبي نعاد عليك وميلاد مجيد لكل الموجودين كلهم عم بيحضرونا. جوزيف، لو بدنا نحكي عن مشاركتك في حفله اليوم بالاردن وتعاونك مع ماي ماجيك ميوزك، كيف صار هالتعاون؟ كيف صارت هالخلطه الحلوه؟ خلينا نحكي. اول شيء انا بالاردن يعني صرت عم يسألوني قديش بيجي على الأردن، قلت لهم كل أسبوعين كل شهر عندي مشوار على الأردن. بقى صرت بحس حالي جاي على مطرح بعرفه كتير وبحبه كتير وعندي علاقات هيك مع الشعب الأردني الرائع. اليوم الإيفنت كريسمس أنا شخصيا بيعني لي كتير هالعيد وبحبه كتير، وفي كتير ناس بتحبه، بتحسه أكيد عيد فرح وعيد جمعة وعيد عائلة. ماي ماجيكال ميوزك صار التواصل، هلا تعرفنا شخصيا اكثر بهالايفنت، ومن اول ما تواصلنا سوا لليوم لهلا شغلنا كثير حلو، وان شاء الله بالمستقبل كمان رح نتعاون اكثر واكثر بشغل اكثر ان شاء الله. لو بدنا نحكي عن انطلاقتك، كانت ب 2005 ببرنامج ستار اكاديمي، قد ايه برامج الهواء والمواهب بتفيد او بتساعد الفنان انه ينطلق اسرع بغض النظر طبعا انت مجتهد؟ ما في شك البرنامج بيساعد، بيوصل صورتك للناس، بتصير العالم تعرفك، بتصير تعرف شخصيتك، بتعرف بتغني الى اخره. بس من بعد هالبرامج لازم الشخص يشتغل على حاله، لازم يستمر يكون عنده هيك مجهود بشغله، وانا برايي مجهود الشخصي ونعمة الله هي كله بيكمل بعضه وبيقدر يوصل للي بحب يوصل له. تميزت انت بالطابع الرومانسي بالاضافه لاعمال اخرى منها الوطنيه طبعا، انت وين بتشوف حالك اكثر؟ ليك جربت ببدايه المشوار انه اخذ خط معين، لقيت انه الناس حبتني باللونين، يعني وقت قدمت تعب الشوق وموهوم ولا تروحي وهالطابع الرومانسي الناس تفاعلت بطريقه حلوه. وقت قدمت الاغنيه الشعبيه والاغنيه الوطنيه كمان كان في تفاعل كبير، بقى لقيت حالي بهيك بالنص يعني، وإذا بغني لون بحس إنه عندي حاجة إني غني اللون الثاني، لذلك قررت إنه أمشي باللونين وأعطيهم حقهم اثنين. ولو بدنا نحكي كلغات، استخدامك لغات غنيت يعني. غنيت المصري، اللهجة البيضاء بويلك بيروح هلا، وغنيت بحلوة أكتر من لهجة يعني هيك مقاطع صغيرة وخليجي يعني شكلت. بس بعد بلاقي أنه بالمستقبل بعد عندي طموحات غني بعد لهجات أكتر. ثلاث ألبومات وبالإضافة لسينجلز كتير عديدة، 2017 شو محضر؟ 2017 مفروض ألبوم إن شاء الله. بلشنا العمل على الألبوم، صار فيه ثلاث أغنيات أو أربع أغنيات جاهزين والباقي كله عم ينشغل إن شاء الله. إمتى راح ينطلق؟ بين شهر 4 و5، مش عارف يعني، اوقات الالبوم بياخد وقت غير ما تكون انت متوقع له او انت حاطط له وقت معين. ان شاء الله لحقوا على شهر 4 و5. اهلا وسهلا فيك بالاردن، كلمه اخيره لك. انا بشكرك على المقابله الحلوه هيك السريعه، وما راح اقول شيء للشعب الاردني لانه فعلا بحس حالي من هالبلد، يعني ما في شيء يقوله غير اني بحب هالارض وبحب الحفلات بالاردن وبحب هالبلد الحلو كتير وناسه الطيبه، وان شاء الله يا رب هيك نضل موجودين معكم ونضل تشوفونا بحفلات ان شاء الله. شكرا لك ونورتنا على شاشه الرؤيا، معيدكم اكيد بكريسماس، معيد كلها محضرون. شكرا لك. ثانك يو. يعني اهلا وسهلا فيك، شاشتك رؤيا وبيتك الثاني، وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا حبيب القلب، الله يخليك. مجد، احكي لنا عن مشاركتك بالحفله لليوم للكريسماس وبتعاونك مع ماي ماجيكال ميوزك. قبل ما ابلش بدي اقول الله يرحم شهداء الوطن، وان شاء الله يا رب تكون هاي اخر الاحزان بالاردن. وبدي اشكر طبعا تلفزيون رؤيا اللي هو زي ما انت حكيت بيتي الثاني.
الحفل طبعا كان منسق بشركة My Magical Music. كانت حفلة كتير حلوة، جمهور فل وأجواء كانت كتير ولعانة. طبعا إحنا الأردنية دائما ما منوقف عند محل، منضلنا ماشيين لقدام وما حدا بالعالم ممكن يوقفنا. طول ما إحنا متحدين مع بعض نضلنا صامدين بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله أكيد، يعني إحنا ما في إشي بهزنا شو ما صار مية بإذن الله الحمد لله. مجد، لو بدنا نحكي عن التعاون اللي صار ما بينك وبين رؤية مؤخرا والألبوم اللي تعاملنا فيه سوا، شو ممكن تحكينا عنه؟ طبعا رؤية أنا شهادتي مجروحة فيها، طبعا مش كلام. تعاوننا بألبوم يعطر النسمات والحمد لله رؤية كانت الدعم الدعم رائع لإلها، وتوزع على كل أنحاء المملكة، يتوزع كمان برا البلد، وكانت المبيعات كتر خير الله لهلأ أمورها 100% ممتازة. وبإذن الله مش هاي أول تعامل، لقدام رح يكون في كتير تعامل بيننا وبين رؤية. 2017 بالنسبة لمجد أيوب شو محضر لها؟ 2017 طبعا كل مرة رح يكون في مفاجآت. الأعمال اللي بدها تنزل إجباري وشرط إنها تكون أقوى من الأعمال اللي قبلها. فعشان هيك إحنا بنحاول نكون يقينين كيف إحنا بدنا نختار الأعمال. رح يكون في غنية من كلمات الشاعر منير بوعساف، الشاعر الأول بالوطن العربي، وألحان هشام بولوس، ولسه التوزيع بعدنا ما قررنا مين هي. وكمان في يمكن يكون في مدلي ل 2017، هذا راح يكون الله راد بشهر 2 راح ينزل قبل الفالنتاين. تمام، هاي معلومه يعني حصريه، هاي معلومه حصريا سبيشال لرؤيا. كم اغنيه خلينا نحكي ولا لسه عم بتخطط لها؟ لسه عم نشوف، لانه بتعرف نزل الالبوم بحدود 11 اغنيه، فهلا احنا بدنا نشوف 2017 كيف بدنا نرتب الامور. من نفس الالبوم حتكون المدلي او انه في اغاني ثانيه؟ لا في اغاني ثانيه، بس اكيد الاغنيه اللي انشهرت فيها بتتذكري لما هاي المفضل عندي بصراحه حبيب القلب حبيبي، اغنيه مش معقول شو مره، هدول راح يكونوا من ضمن المدلي اللي احنا راح نعمله، لانه هدول الاساسيات اللي هي تريد مارك تبعت مجد ايوب. وراح يكون في اغاني قديمه ما انطرحت بالسوق، راح يكون في اغاني جديده بطريقه ذكيه ومعموله لاول مره باذن الله. مجد ما بنخاف عليك وما شاء الله عليك كل اعمالك يعني رائعه زيك. بنتمنى لك كل التوفيق وبانتظار ايش في راح يكون على الطريق، واحنا معك على طول. حبيبي شكرا مجد، شكرا. Thank you, رؤيا.